ملك ان شاء الله، فدي اهم حاجه في الدنيا بالنسبه لي. النهارده انا مش معتبرها حفله على قد ما انا معتبره ان انا عامله ليله مع الناس اللي انا بحبهم. بالروح والبوزيتيفيتي دي قدمت رنا سماحة على مسرح قاعة النهر حفلها الاول بعد اعلان انفصالها عن جوزها سامر ابو طالب. وكانت رنا نشرت فيديو من بروفات الحفل بتغني فيه مقطع من اغنيتها علاقة فاشلة على حسابها على انستجرام، وكتبت انا نيتك ملهاش حدود. فهل الحفل ده بيحمل رسالة لسامر؟ الحفلة النهاردة خالصة تماما من اي نوايا مش مظبوطة، انا جاية بغني الاغاني اللي بحبها واعمل يوم حلو مع الناس اللي انا بحبهم في يوم انا حباه شخصيا وبس. والظهور ده هو الاول على المسرح لرنا اثناء حملها في الشهر السادس، واللي بدات ملامحه تبان بشكل واضح. الحمد لله رب العالمين. تمام، وانت عارف طبعا ان الشهور اللي في النص دي بتبقى افضل شهور ان احنا ممكن نشتغل ونعمل اللي احنا عايزينه فيها. فانا حبيت ان انا اقول للناس انا شغاله وموجوده وكل حاجه، مفيش حاجه تمنعني عن ان انا اشتغل وان انا افضل موجوده وان انا ابقى مع الناس. طبعا هيبقى في فتره شويه بس دي في الاخر، لسه مش دلوقتي يعني. ونقدر نقول ان هايلايت الحفل كان اغنية حبيب مامي اللي اهديتها لطفلها. اولا اول حفلة هيحضرها ملك ان شاء الله، فدي اهم حاجة في الدنيا بالنسبة لي. وبدأت رنا الحفل باغنيتها اوبا، ورجعت قدمت أغنية 100 مليون عاملة، حياتي تخصني، تراب أمشير، بقيت شبهك، بالإضافة المدلي للراحلة وردة. وشارك رنا في الغنى عدد من أصدقائها الفنانين زي شيرين يحيى ومينا عطا بأكتر من أغنية. أختي وصديقتي وصديقتي الكفاح والشغل مع بعض في الراديو وفي كل حتة، فطبعا ما اتاخرش عنها ابدا. قررنا احنا من شكل كده نغني كذا حاجه مع بعض. كنا عاملين غنوه مع بعض من فتره اسمها عيش حياتك، هنغنيها اغني انا الصاحب عشان الصاحب مش موجود، كان طلع غناها معانا. ويا رب على الايام دي قدرنا. وطلت رنا برشاقة ملفتة بالرغم من حملها بوان شولدر رافل دريس. دي طبيعة جسم عادي جدا يا جماعة، يعني انا مش خارقة ابدا، كل حاجة ان انا ما بتخنش. وباين ان الحفل ده هو بداية نشاطات فنية كتيرة بتحضر لها رنا. بقولي كفيش حاجة توقفني عن شغلي ابدا، الحمد لله رب العالمين. صورت اوريدي اثناء الحمل، بحضر اغاني وبحضر حاجات سينما ان شاء الله، وبحضر اكتر من حاجة الفترة الجاية ان شاء الله. وبعيدا عن الحفل ما كناش نقدر ما نسألش رنا عن انفصالها. لا لسه ما حصلش 100%.